يربي قاتي ولبقي وخدم ولمن يغض يرتباش مع الأسف. كانت مفاجأة اشتغلت معهم لم أحضر منهم إلا بكم الاحترام رغم اختلافاتنا الجوهرية مجموعة من القضايا، ولكن كنا نبقى إخوان، نبقى رفاق، نبقى أصدقاء، نبقى عائلة واحدة. وأعتقد أتذكر الكلمة التي قالتها فتحية، قلتها هنا في العراقيش، وأستحضر رفيقين عزيزين مرتين. الآن خير حسن والسامي كيقول لك هي موجود بفلوب أحسن مقبرة المغربية المرتين. بمعنى الحمد لله كاين اللي يتفنى في موتنا، وما دمنا عايشين لا بديل عن هذه الوجوه الكريمة ذكورا وإناثا، لا بديل. مهما تقعت، مهما تراجعت، مهما سافر، الجامعة بيت العتيق، لا تبديل ولا تغيير. قد نختلف، ولكن ابن الجامعة، أبو الجامعة، جد الجامعة، لم أتخلى عن هذا الخط النضالي. تحية للجميع وأشكرهم على هذه المفاجأة، اشتغلت معهم وهالشيء كامل كان مفاجأة. تحية للجميع، تحية للرفاق. شكرا.